استغفر الله العظيم يا رب. مالك يا رضا؟ عامل زي البنت اللي اتقفشت في وضع مخل كده ليه؟ يا رضا يا رضا كبر مخك يالا. فيها ايه يعني لما الناس تقول انك شبه النسناس الكيني؟ هو حيوان زي اي حيوان، زي القط الكلب التيس. طب تصدق بالله النسناس ده حيوان جميل قوي قوي، ده ما بياكلش غير موز يالا، موز. جرى ايه يا عم عرفان؟ انت جاي تواسيني ولا جاي تضايقني؟ ما تحطش كلام الناس في دماغك وتسرح بيه. اسمع ياض الكلام مني، انا راجل شايب وعايب، اقصد شايف وعارف. ارحم. ايه في ايه؟ دي نور. نور. نور ايه؟ يا نور لحسن تكون شفت الصورة. هي عندك على الفيسبوك؟ دي الصورة دي كان ناقص لها يومين وتتحط على علب السجاير. اكيد الواد نادر الرخم ده قال لها في ده. هي مش مهم، المهم انت لازم تحط في دماغك انك مش شبه النسناس. بس خلاص سيبني امشي انت. وحتى لو شبه النسناس ده حيوان زي اي حيوان. خلاص امشي انت. انت مش شبه النسناس يا رضا. خلاص مش امشي انت. حط ده في دماغك. خلاص امشي انت. خلاص امشي ازاي قبل ما اقول لك انت مش شبه النسناس؟ خلاص انا كده صدقت ان انا نسناس. جرى يا عم عرفان مش شبه النسناس؟ لا خلاص. صباح الخير يا رضا. صباح النور يا قمر بالنور. بقول لك ايه، العربيه قطعت تاني. لا والله ما حد مادد ايده في العربيه غير انا. قدامي يا قمر قولي لي عيب فين. خلاص خلاص يا سيدي ماشيين. تخيل يا رضا يا ريتني سمعت كلامك من الاول. ايه يا ستي، على الاقل ان احنا بنشوفك يعني. معلش بقى هتعبك معايا، بس انا مستعجله على العربيه قوي. لا لا ولا يهمك، دي هي كلها ربع ساعه وهسلمها لك زي الفل. اصل انت مش عارفه انا عايز عربيتك دي قد ايه. بجد الكلام ده من قلبك؟ من جوه جوه حواري قلبي. اصل انا بحب العربيه دي قوي. وانا كمان بحبك. انا عند رضا في الورشه شويه وهخلص واكلمك. باي. تاني كنت بتقول حاجه يا رضا؟ لا بقول لك عرفان بيقول لك روح امسك اللمبه. حاضر. العربيه اتظبطت ظابطه زي الفل يا قمر بيطل. تسلم ايدك يا عم عرفان. لا خليه عرفان حياه، احنا بقينا الريليشن شيب. خلاص عرفان. او صحيح شفت صورتك اللي على الفيسبوك امبارح. صوره ايه؟ صوره النسناس الكيني طبعا. بس بقول لك ايه، دمها خفيف قوي ولايقه عليك. ما انا قلت له كده. ايوه صح. وقلت له والله حيوان زي اي حيوان. يا ريدا. أمي. يا ريدا. أيوة يا أمي. يا ريدا. أيوة يا أمي. أرهقتني ذهنيا. مالك يا دناي متدلدل كده ليه؟ نور شافت الصورة. صورة إيه؟ صورة النسناس. طب ما تشوفها. هو يعني اللي خلقها ما خلقش غيرها؟ لا خلق غيرها، بس أنا بحبها يا أمي. طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ ما تعمليش حاجة يا أمي، هروح بيت جدي أقعد كده أشوف الدنيا فيها إيه وربنا يسهل. تقلقش عليا يا أمي. ماشي يا دناي روح بيت جدك. كان روح ابوك ترفرف عليك تنسيك همومك. ما روح ابويا دي هي اللي جايبه لك كافيه. قوليها لي في وشي يا امه ما تتكسفش مني ان نور مش هتبص لي يا امه. ليه يا دنايا؟ ده انت زي الفل. لا مش زي الفل يا امه، انا وحش وانت عارفه يا امه. عمر الحب يا حبيبي ما كان بالشكل. امال بايه يا امه؟ بالقلب يا رضا، بالقلب الطيب يا دنايا. يعني انت يا ماما بتحبيني؟ امال ايه؟ ده القرد في عين ام غزال. ربنا يسامحك. هو المهم القلب زي مامي قالت لي، الشكل برضو مهم. الله يكون في عونك. شكل انا عجيب اللي مجنني، انا ما طلعتش شبه امي ليه؟ حلوه عينيها خضر، ما طلعتش ليه شبه جدي؟ ده كان شكله اجنبي رحمه الله عليه.
مش بتشاور عليا، اصل انت موجود هنا من زمان وانا ما كنتش واقف هنا، انت بتشاور على ايه؟ انا عايز اعرف. ما كده ايه استرى ولا الشباك هنا ايه ده؟ بتشاور على ايه؟ على الكنوكينو؟ بس الكنوكينو ما فيهوش حاجه، ماله الكنوكينو؟ جوه الكنوكينو؟ واه هي اكيد فيها دهب. ايه ده؟ المنبه المعفن ده؟ ايه ده الورقه؟ حك المنبه حكتين يرجع بيك الزمن لعقرب السنين. اي كلام فاضي. ايه ده؟ حك المنبه حكيتين. وات وات وات. لا 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 ايه ده؟ انا ماليش لحد هنا. اللي هنا جنب المنبه اللي انت بتفكر فيه ده جنان. انا قلبت الموضوع في دماغي ولقيت ان الطريقه اللي بقولك عليها دي انسب طريقه ان انا ارتبط بنور. انت عبيط يا ابني، ما نور قدامك، ما تروح تكلمها بالوش ده. ده على اساس اللي انت من كام سنه ورا كنت احمد عز. مش بالوشوش، بالقلوب. امي قالت لي كده وانا قلبي طيب، وعلى فكره امي بتحبني. ما القرد في عينهم وغزال. ما هي قالت لي كده برضه. ايه ده؟ وربنا يا عم عرفان لو ما جيت معايا وسمعت كلامي لاشرب زيت باكم وموت نفسي. زيت باكم اللي هو ايه؟ اللي هو كده. لا بلاش ده، بلاش ده، ده غالي وما بنعرفش نجيبه. اهدى بس كده وصلي على النبي وقول لي في دماغك ايه. ولا حاجه. هتيجي معايا؟ اجي معاك فين؟ عبر الزمن. زمن ايه؟ والورشه سيبها لمين؟ ناصر. ناصر؟ لا ايوه رضا موتورز. اطلع يا ناصر. ايه قفلت الورشه قد؟ ايوه. خدوني معاكوا افسح. ايه شغل خدوني معاكوا لاركب تاكسي ده؟ لا ما هو مش هينفع ناخدك معانا يا ناصر. انا وعمك عرفان رايحين مشوار صغير كده عبر الزمن وراجعين تاني. ادام فيها عم عرفان يبقى فيها حريم. رايحين فين يا لقمة؟ ندعك الفانوس. فانوس ايه اللي هتدعكوه؟ فانوس جده. طب ما تاخدوني ادعك معاكوا. لا لا مؤاخذه، خليك انت الفانوس الجاي باذن الله. والنبي يا عم عرفان هدعك بالراحه. ماشي يا سيدي هيجي معانا. ايه ده؟ ايه ده؟ ده العربيه ما بتدورش يا ناصر. والنبي زق كده ربنا يديك الصحه. نزق وماله، ادام فيها دعك يبقى لازم نزق في الاول. ولعلمك هتدعك اول واحد. عايز زقه متعه كده. انظر بقى. ماشي، اللي يدعك لوحده عزوة. 27/5/2011 الساعه 4 العصر. التاريخ ده انا مش هقدر انساه. 27/5؟ ده مصر كانت بتلعب الكاميرون. انا بتكلم على نور. نور ما كانتش بتلعب في الكاميرون. مفيش كاميرون اصلا في الحكايه ولا غنى. بعد اذنك بقى يا عرفان بقى. نور يوميها كان عندها درس. ايامها نور كانت في الثانويه العامه وانا كنت مستنيها بره من غير ما تشوفني. طبعا يا رضا بقول لك اخلص، الولايه مستنياني هناك. ما حسسني ان انت متجوز هند رستم. حرام عليك يا اخي بقى. كمل كمل. نور دخلت شارع هادي، دخلت وراها وقلت بس هي دي اللحظة المناسبة ان انا اعترف لها بحبي. حلو الكلام ده. لا مش حلو. اول ما جيت اقرب منها لقيت في شاب نازل من العربية. الشاب ده كان شبه العربية الدوج ريام بالظبط. الحلوة ليه رفع حواجبها ومحدش عاجبها؟ طبعا انت سخنت وتدخلت. انا سخنت الحقيقه بس ما اتدخلتش. محسوبك عطل اللي بيموت في الشعبطه. اوعى يلا. صحيح، الطري دايما مفتري. يعني سبتها لوحدها الشباب يعكسوها ومشيت؟ اصل انا بصراحه خفت اتدخل. الشاب اللي عمل زي العربيه الدوج ينفضني ويعلم عليا. كنت هتعلى في نظرها قوي. لا
كنت هسقط في نظرها. هنا بقى احنا عايزين نرجع ونصلح اللي حصل ده. خطر، مش هينفع يا رضا. جدك بيقول اهو لو غيرت احداث في الماضي الحاضر هيتغير والاماكن هتتغير وهتختلف الوشوش. معنى كده ان احنا لو لعبنا في الماضي الحاضر هيتبهدل. ما تقلقش يا عم عرفان، وان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه. استغفر الله العظيم. طيب يا سيدي هات المنبه في النص، بس خلي بالك اقصى حد لينا ساعه واحده بس، يعني لو ملحقناش نعمل اي حاجه قفانا هيقمر عيش. يظبط بقى الايام والشهور والسنين. تمام، حط المنبه في النص. جاهز؟ جاهز. يا اختي والراجل اتاخر كده ليه؟ عمال يعوي بره. يا ريس يا لهوي، لا ده انا رزقي واسع قوي. ده الليله باينه عليها حلوه من اولها. انتوا طلعتوا لي منين كده وانا بقميص النوم؟ قميص النوم ايه يا وليه؟ ده انت لابسه اسوان. يا ريس الا مين رزق ده؟ اكيد صاحب الصوان. يا ريس مالك يا قلب؟ لا عايزني ارفق من الجوز. بقول لك اسكتي. انت متجوزه رمسيس الثاني ولا ايه؟ في ده انا مجنون والله العظيم يا حبيبي. ما اعرف دول طلعوا لي كده فجاه على السرير. فعلا يا استاذ رزق المدام بتتكلم مظبوط، احنا طلعنا من السرير. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا رضا؟ هو الاستاذ رزق حمار عشان يصدق اللي انت بتقوله ده؟ احنا بتوع الغاز وجايين نكشف على الماسوره الام. حب عمري ابن قلبي والله العظيم ما خنتك ابدا. اسكتي يا خاينه يا سفله. انا اول واخر مره عايش معاكي. انا عايش معاهم. انا هتصل لماما. لا لا ماما لا، استنى بس يا رزق يا رزق. فكك من الرزق دوت وخليكي في الرزق اللي في ايدي. طيب انا هطلع بره بقى وارد عليكم الباب يعني. الله بواسيها، انت نسيت لازم نلحق نور ومشوار نور. معلش يا غزال، ساعة زمن وراجع لك تاني. ماشي بس ما تتاخرش. وانا اقدر برضو. مع السلامة يا رز يا رز. هلا هي نورة يا عم عرفان. انت طالع بمنظرين يا رضا؟ انت هناك اهو. يا نهار ازرق، ايه القميص اللي انا لابسه ده؟ ده فعلقي جامد. يا ريتني كنت لبست البطيخ كان احلى بكتير. العيب مش القميص، العيب في الرخيص اللي زيك. العيال هم العيال هم. انت بتقول لي انا؟ ايوه. يلا يا رضا اتشطر وتلحلح كده ومدمر العيال كلها. يلا يلا يا بيه، انت بطل النهارده، اليوم يومك يا دمشقي. شد يا وحش. يلا يا رضا يلا. حفزني بسرعه يا رضا. الحلوه ليه رفع حواجبها ومحدش عجبها؟ محسوبك عطل اللي بيموت في الشعبطه. يا نهار اسود. ايه ده؟